طيب يا شباب، نبدأ النهاردة إن شاء الله بالاستومك. آخر حاجة وقفنا عندها كانت الأسيفاجوس. الاستومك طبعا هنبدأ بالنيم على حسب البلان اللي شغالين بيها. النيم بالإنجليش استومك، باللاتين جاستر، بالجريك فينتريكولوس. الأنتوبيكال بوزيشن طبعا بتاع الاستومك قدامك حلين، يعني يا إما تحطها لو في جثة قدامك أو تحطها على جسمك. الأنتوبيكال بوزيشن على جسمك، فلو الأنتوبيكال بوزيشن على جسمك أنت تبقى كده. لو حطها للجثة ده الأنتوبيكال بوزيشن بتاعها، تمام. بعدين الفانكشن طبعا بتستقبل الأكل من الأسيفاجوس، بيحصل له ديجيشن، بيحصل له هضم وامتصاص. بالنسبة للهضم طبعا بيحصل له هضم بالإنزيمز بالجاستريك جويس اللي هو الإنزيمز زي مثلا البيبسين. بالنسبة للبيبسين طبعا بيعمل هضم للبروتينات. بالنسبة للهضم المينلي الحاجات اللي بتتهضم في الاستومك طبعا بتبقى البروتينات. في كتب ممكن تلاقيها مكتوب مثلا في نسبة فات بيحصل لها هضم، لكن بتبقى نسبة قليلة خالص. فالحاجات اللي بتتهضم في الاستومك طبعا هي البروتينز بحاجة اسمها بيبسين انزيم، هنتكلم عنه بعدين. طيب دلوقتي هنتكلم عن التوبوجرافي. زي ما قلنا التوبوجرافي بتقسم لتلات حاجات. سكيلت توبي بتبدأ من الثوراسيك 10 أو 11، عشان لو نفتكر قلنا قبل كده إن الأسيفاجوس بينتهي عند 10 أو 11 ثوراسيك فيرتيبرا، فالاستومك بتبدأ برضه عن 10 أو 11 ثوراسيك فيرتيبرا وبتنتهي عند الثوراسيك 12 أو L1 اللومبر 1. ده السكيلت توبي. بعدين عندنا الهولوتوبي. الهولوتوبي بالنسبة للاستومك زي ما قلنا قبل كده ان الابدومين الكافي بتقسم لكذا ريجن، فالاستومك بتبقى موجوده معظمها في السبكوستال الليفت سبكوستال ريجن، وبعدين بتروح برضو بتكمل على الابيجاستريك ريجن، تمام. بعدين خلاص اتكلمنا عن الهولوتوبي، نتكلم عن السينتوبي. السينتوبي طبعا على حسب ايه وراها وايه قدامها، الاورجانس اللي وراها قدامها حواليها. الاستومك زي ما قلنا ده الانتوبيكال بوزيشن بتاعها، تمام. فال قدامها بيبقى الانتير ابدومينال وول اللي هو ده، قافل عليها كده. وراها بيبقى موجود حاجه سبيس كده بنسميه اومنتال بيرزا، بيبقى سبيس وراها كده. هنا دي الاستومك بيبقى سبيس وراها كده اسمه اومنتال بيرزا، ده بيفصل ما بينها وبين البوستيرير ابدومينال وول. فوقيها طبعا بيبقى الليفت لوب بتاع الليفر اللي هو ده، الليفت لوب بتاع الليفر. تحتيها موجود او وراها برضو موجود الترانسفيرس كولون، موجود جزء من السبلين او جزء بسيط من السبلين، موجود برضو اعتقد بس، تمام. ده بالنسبه للسينتوبي. بعدين هنتكلم عن الاستراكشر. زي ما قلنا انترنال واكسترنال استراكشر. نتكلم الاول عن الاكسترنال استراكشر. هنا الاستومك طبعا بتقسم كذا بارت. اول حاجه الاسفاجوس بيدخل الاستومك، بيبقى في حاجة اسمها كاردياك اوريفايس، والجزء اللي بعد الكاردياك اوريفايس ده بنسميه كاردياك بارت اللي هو ده كاردياك بارت. بعدين جنب الكاردياك بارت في دايليتد بورشن كده بنسميه فوندوس. بعد الفوندوس بيكمل على حاجة اسمها البادي. بعد البادي في بايلوريك بارت. طبعا البايلوريك بارت بيتقسم لاتنين، بايلوريك انتروم والبايلوريك كانات اللي هي دي، تمام. وفي نهاية البايلوريك بارت برضو في بايلوريك اوريفايس اللي هو بيفصل ما بينه وبين الدودنة. ده البارتس بتاع الاستومك. بعدين عندنا فيها عندها اتنين سيرفس، عندها الانتيريو سيرفس وعندها البوستيريو سيرفس او الانتيريو وول والبوستيريو وول.
طبعا الانتيرور وول بتبقى ابورد شويه، انا هحطها كده تبقى ابورد شويه، والباستيريور وول اللي هي دي تبقى داونورد، يعني تبقى كده مايله. تمام. وبعدين عندها اتنين بوردرز، عندها الليفت بوردر بنسميه جريتر كيرفاتشر، بيبقى منحنى كده عشان هو كبير شويه فبنسميه جريتر كيرفاتشر. وعندنا من الرايت سايد بيبقى فيه ليسر كيرفاتشر. طيب كده اتكلمنا عن ال او في ال بين الانجل بتاع البايلوريك بارت والليسر كيرفاتشر في انجل كده بسيط بنسميه انجلر انسيزور اللي هي دي، بيبقى انجل كده بسيط الليسر كيرفاتشر مع البايلوريك بارت بيعملوه. تمام، ده بالنسبه للاكسترنال استراكشر. هندخل دلوقتي على الانترنال. الانترنال استراكشر زي ما قلنا ايه، الاورجان بيكون من اربع لايرز، ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولار لاير والادفنتيشيا او السيروزا. اول حاجه الميوكوزا، ميوكوزا بتاع الاسفاجوس سوري بتاع الاستومك، بيبقى موجود فيها فولدز. طبعا الفولدز اللي بيتكونها السب ميوكوزا، لكن هي بتظهر على الميوكوزا. فال الفولدز بتبقى موجود عند الليسر كيرفاتشر كده، بتبقى شويه لونجيتودينال، لونجيتودينال فولد كام لونجيتودينال فولدز. تمام. ودي طبعا وظيفتها انها بتسهل الباسج بتاع الفود او الليكويدز في الاستومك. تمام. وباقي الاماكن باقي الاجزاء بتاعت الاستومك بقى فيها لونجيتودينال واوبليك وترانسفيرس، يعني عاملين كذا شكل زي ما موجود هنا. دي الفولدز. تمام. دي الميكوزا. كمان في الميكوزا عايزين نتكلم عن حاجه مهمه اللي هي الجلاندز، الجاستريك جلاندز. الجاستريك جلاندز موجودين طبعا في كل الاستومك، بس بيتقسموا او بيتسموا على حسب الجزء اللي موجود فيه. فمثلا عندنا الكاردياك بارت، الجاستريك جلاندز اللي موجوده هناك بنسميها كاردياك جلاندز. تمام. اللي موجوده في الفوندوس بنسميها فوندل او فوندك جلاندز. اللي موجوده في البادي بنسميها بروبر جلاندز. واللي موجوده في البايلوريس بارت بنسميها بايلوريك جلاندز. تمام. ايه وظيفه الجاستريك جلاندز دي؟ الجاستريك جلاندز موجوده فيها سيلز، في كذا نوع من السيلز. في مثلا هنتكلم عن التشيف سيلز، مثلا بتفرز حاجه اسمها بيبسين. البيبسين ايه وظيفته؟ زي ما قلنا في الاول، وظيفته انه بيهضم البروتينات، دايجست البروتينز، ده وظيفه البيبسين. طيب بعدين عندنا حاجه اسمها باريتال سيلز او باريتال سيلز. البريتال سيلز ايه وظيفتها؟ بتفرز حاجه اسمها HCl هيدروكلوريك اسيد. ايه وظيفه الهيدروكلوريك اسيد؟ ليه كذا وظيفه. اول حاجه بيحمي الاستومك من اي فورين سبستانسز، اي بكتيريا اي ميكروبات بتدخل الاستومك بتحميها. تاني وظيفه ليه، بيساعد البيبسين انه يهضم البروتينات. ازاي؟ ان البيبسينوجين بيبقى في الاول ان اكتيف فورم اسمه بيبسينوجين، فال HCl بيحول البيبسينوجين ده لاكتيف فورم بتاعه اللي هو البيبسين اللي هو بيهضم البروتينات. تمام. دي بالنسبه للبرايتال سيلز. بعدين في ميوكوس سيلز، طبعا في كل الاجزاء بتاع الاستومك ميوكوس سيلز. ايه وظيفتها؟ بتفرز الميوكوس. ايه وظيفه الميوكوس؟ اول حاجه انه بيعمل ترطيب للاستومك، مويست الاستومك. تمام. تاني وظيفه ليه انه بيحمي جدار الاستومك من انه يتهضم بالبيبسين. البيبسين طبعا قلنا انه اسيدك جدا، حمضي، فممكن يهضم جدار المعده بالغلط، مع انه بيهضم البروتينات فممكن يهضم جدار المعده بالغلط معاه. فالميوكوز بيحمي جدار المعده ده من البيبسين انه ايه، يعمل دايجيشن او يعمل اي ديستراكشن في الوول بتاع الاستومك. ده بالنسبه للسيلز اللي موجودين في الاستومك. طبعا حاجه نسينا نقول حاجه مهمه، ان الاستومك فوق الاستومك
superior part في ال diaphragm. ده الديافراج، ديافراج اللي هو بيفصل ما بين الثراسيك كافيتي والابدومينال كافيتي، ده موجود هنا. سوري نسينا نقوله في الاول. ده بالنسبه لل انترنستراكشر بالنسبه للميكوزا. بعدين عندنا السب ميكوزا. السب ميكوزا بتاعت الاستومك شويه ويل ديفلوبد، موجود فيها طبعا زي ما قلنا هي اللي بتعمل الفولدز، وموجوده طبعا فيها الليمفويد تيشوز والبلاد كابيلاريز والنيرفز والحاجات دي. بعدين بعد الساب ميكوزا في الماسكولار لاير. الماسكولار لاير طبعا 3 لايرز بيكونوا الماسكولار لاير في الاستومك. اول حاجه بيبقى سيركلر اللي هو الموست انترنال وان، بيبقى سيركلر. تاني واحد بيبقى لونجيتودينال. تالت واحد بيبقى اوبليك، يبقى الدايركشن بتاعه اوبليك كده، تمام. دول الماسكولار لاير بتاع الاستومك. بعدين عندنا طبعا قلنا اخر حاجه اللي هي الادفنتيشي او السيروزا، هنا موجود في الابدومينال كافيتي. فالاستومك بتغطيه بحاجه اسمها بيرتينيوم، هنتكلم عليه بعدين في فيديو لوحده. البيرتينيوم بيبقى السيروس ميمبرين كده بتغطي الاستومك. طبعا الاستومك بتتغطى بالبيرتينيوم من كل الاتجاهات، فبنسميها انترا بروتينيوم. لما اي اورجان بيتغطى من البروتينيوم من كل الاتجاهات بنسميه انترا بروتينيوم. طب لو متغطي من ثلاث اتجاهات بس بنسميه ميزو بروتينيوم. طب لو من اتجاه واحد بنسميه ريترو بروتينيوم، عشان نحتاج الكذا اسم دول بعدين، تمام. طيب دلوقتي خلصنا الاستومك، هنبدا بالجزء اللي بعدين. خلاص الاكل حصل له دايجيشن، قلنا البروتين حصل له دايجيشن، وباقي وفي طبعا ابزوربشن في الاستومك، وبعدين اللي حصل له ديجيشن وكده بيتحرك بيروح للسمول انتستاينز، بيعدي من حاجه اسمها بايلوريك اوريفيس اللي اتكلمنا عليها، اللي هي دي تقفل كده اسمها بايلوريك اوريفيس. بيعدي على السمول انتستاين. السمول انتستاين او باللاتين اسمه انتستينو تينو، بيتقسم لثري بارتس. طبعا الاول الجزء الاول اسمه دوادنو، الجزء الثاني اسمه جيجنو، الجزء الثالث اسمه ايليوم. طيب السمول انتستاين طوله تقريبا 6 متر، طوله تقريبا 6 متر. هنتكلم على اول جزء اللي هو الدوادنو. الدوادنو هو الكونتينيويشن بتاع الاستومك، بيبدا من عند الاستومك. الفانكشن بتاعته طبعا digestion absorption برضو زي كل small intestine. topography طبعا hollow organ. topography بيبدأ من T12 أو L1 من اللومبر vertebra 1، بينتهي لحد اللومبر vertebra 3. بعدين ناخد كل جزء من الدوادنم. الدوادنم بيتقسم لأربع parts، ممكن نوري الدوادنم. البيلوريك ايفايس، وادي الدوادنم عنده اربعة بارتس، بتقسم لاربعة بارتس، السوبيريور بارت والديسيندنج بارت والهوريزونتال بارت. وفي اي ممكن تلاقيه في اي كتاب تاني موجود اسمه انفيريور بارت، عادي مش مشكلة، بس هو اسمه هوريزونتال بارت. وبعدين جزء بسيط كده بيطلع لفوق تاني اسمه السيندنج بارت، تمام. هنبدأ بقى بأول جزء اللي هو السوبيريور بارت. السوبيريور بارت بتاع موجود عند اللومبر واحد، بيمشي ناحية اليمين شوية وبعدين بينزل لتحت بيكمل على الديسيندنج. فالمنحنى اللي بيعمله ده بيكون حاجة اسمها سوبيريور دوادنال فليكتشر، اللي هي دي اللي هو المنحنى بيكمل على الديسيندنج بيعمل الفليكتشر. طيب الاسيندنج بارت طبعا بيعدي، بيبقى موجود بيبقى موجود تحتي الهيد اوف بنكرياس، اللي هي دي هيد اوف بنكرياس موجوده تحت الاسينيك بارت. بعدين بينزل على الديسينيك بارت، بيبدا من L1 لحد L3، لومبر فيرتيبرا 1 لحد لومبر فيرتيبرا 3. موجود طبعا بعدين بيروح ناحيه الشمال كده بيكمل كالهوريزونتال بارت. فالمنحنى اللي بيعمله ده برضو اسمه اللي هو دي
دي اسمها inferior duodenal flexure، يبقى كان في superior ودلوقتي في inferior. طيب ال descending part بيبقى medially ليه كده ال head of pancreas، اللي هي دي ال head of pancreas. بيبقى فوقيه in front of it بيبقى في ال transverse column، بيعدي من قدامه كده. طبعا بيبقى وراه ال inferior vena cava. بعدين عندنا ال قلنا خلاص بيكمل على الهوريزونتال بارت. الهوريزونتال بارت بيمشي على طول اللومبر فيرتيبرا 3، بيمشي ناحية الشمال كده شوية، وبعدين بيطلع بيكمل على الاسيندنج بارت. الاسيندنج بارت بيطلع من أول اللومبر فيرتيبرا 3 لحد اللومبر فيرتيبرا 2، بعدين بيتصل بالجيجونوم اللي هو السكند بارت بتاع السمول انتستاين. فالجزء ما بين الاسيندنج بارت بتاع الدودنوم والجيجونوم حاجه اسمها دودنوم جيجونوم فليكتشر، اللي هي موجود يا سيدي دي كده، دي هنا شايفين الجنكشن ما بين السوبيريور بارت، وادي البدايه بتاعه الجيجونوم. طيب كده خلصنا الفيرست بارت وهو الدودنوم، هنبدا على السكند بارت. طيب دلوقتي هنبدا في السكند بارت بتاع السمول انتستاين. قلنا الفيرست بارت كان الدودنوم، كان طوله تقريبا 25 سنتي. السكند بارت اللي هو الجيجونوم طوله تقريبا 2 متر او 2 متر ونص، والثيرد بارت اللي هو الاليوم يبقى طوله تقريبا 3 متر او 3 متر ونص، والسمول انتستاين كله زي ما قلنا طوله حوالي 6 متر. طيب الجيجونوم طبعا بيبدا من الدودنو جيونال فليكتشر اللي هي عند اللومبر 2 سكند لومبر فيرتيبرا، بيكمل على الجيجونوم. زي ما قلنا الجيجونوم اوكيوبايز بيبقى موجود في الابر ليفت ريجيم بتاع الابدونال كافيتي، والإليا موجود في اللور رايت ريجن. تمام. طبعا بيوصل لحد البلفيك او الرايت إليا فوسا اللي هو الإليا. تمام. الجونوم زي ما قلنا طوله 2 متر تقريبا، بيبدا من الدودنو جونال فليكتشر، هو والإليا بيعملوا زي لوبس كده بيلفوا عند الامبيليكال ريجن او الابيجاستريك ريجن، بيعملوا لوبس تقريبا 16 او 14 لوب. بعدين بيكمل على الاليوم. الاليوم زي ما قلنا بيوصل لحد الرايت الياك فوسا. الرايت الياك فوسا المفروض موجود هنا، هنا البلفيك موجود هنا، وبينتهي مع بيكمل مع اللارج انتستاين في حاجه اسمها سيكوم. تمام. اليوسيكال جانكشن اللي ما بينهم ده بالنسبه للسمول، باقي السمول انتستاين. دلوقتي هناخد الاستراكشر بتاعه، نبدا بالاكسترنال استراكشر تبع الدودنوم. الدودنوم بيبقى مرتبط كده بالليفر بحاجه اسمها هيباتو دودنال ليجامنت، موجود هنا اهو، ده هنا موجود هيباتو دودنال ليجمنت بيربط ما بين الدودنوم، بيربط ما بين الدودنوم والليفر. طيب قلنا الاكسترنال ستراكشر طبعا موجود الهيباتو دودنال ليجمنت اللي هو هنا، بيبقى بين الليفر والسوبر بارت بتاع الدودنوم. ندخل بعدين على الانترنال ستراكشر بتاع السمول انتستاين. زي اي هولو اورجان موجود فيه الميوكوزا، الميوكوزا المسكولاير والادفنتيشي او السيروزا. الميوكوزا طبعا موجود فيها فولدز، بتبقى السيمي اولنر فولدز، هنا ممكن نشوف سوري بتبقى السيركولار فولدز موجوده في الميوكوزا سيركولار فولدز. طبعا اللي بيكونها السب ميوكوزا، لكن هي بتظهر في الميوكوزا زي ما قلنا. في اكسبشن كده في الدودنوم، بيكون لونجينال فولدز، واحد او اتنين لونجينال فولدز كده على الميديال بارت. بيفتح فيه حاجه اسمها هنا
الاكبر اللي ممكن نفوض فيهم بيفتح فيه حاجه اسمها ميجور بابيلا او بابيلا اوف فاتر. تمام، البابيلا دي اللي هي بيبقى اوبننج كده بيفتح فيها الكومن بايل داكت، الكومن بايل داكت والبنكرياتيك داكت. طيب هنا دي البابيلا، الميجور بابيلا. فوق الميجور بابيلا بيبقى موجود ال فوقيها بشوية بيبقى موجود المينور بابيلا. المينور بابيلا طبعا بيبقى دي الميجور، المينور بابيلا بتبقى فوقيها كده بشوية، بيفتح فيها الاكسسوري داكتس بتاعت البنكرياس، ده البنكرياتيك داكتس ده الاكسسوري. هنا البنكرياس والداكت بتفتح، هنا بتفتح في الليمفومال فولد بتاع الدودن. ده بالنسبة للميوكوزا. طبعا الميوكوزا فيها انتستاينال جلاندز بتفرز ميوكوزا، بتفرز ميوكوس، بتحمي برضو وبترطب وكده. في ايه في الانترنال ستراكشر تاني؟ في السب ميوكوزا، وطبعا في في الميوكوزا برضو في حاجة اسمها انتستاينال فيلاي. انتستاينال فيلاي طبعا ما تقدرش تشوفها في ال بالعين، يعني لازم مايكروسكوب. ايه وظيفتها؟ الانتستاينال فيلاي بتعمل ابزوربشن، هي المسؤوله عن الابزوربشن في اللي اسمه الانتستاين. الانتستاينال فيلاي عباره عن فيلاي كده صغيره بموجود جواها بلاد كابيلاريز وليمفويد تيشوز، هي المسؤوله عن الابزوربشن. تمام، ده بالنسبه للميكوزا. طيب تمام، اخر حاجه اتكلمنا عنها كانت الميكوزا، قلنا فيها بتعمل سيركلر فولز. طبعا عدد الدودينم بيعمل كم لينكدال فولد كده. الفرق بين الفولز في الجينوم والإيليوم، الجينوم الفولز بتاعته سيركلر فولز بتبقى كبيره شويه، كل ما تروح ناحيه الإيليوم بتقل في الحجم. زي هنا مثلا ده الإيليوم وده الجينوم، السيركلر فولز بتقل في الحجم. تمام، اتكلمنا عن الانتستاينال فيلاي وقلنا مسؤول عن الابزوربشن. بعدين في حاجه اسمها ليمفويد فوليكلز موجوده في كل السمول انتستاين. ليمفويد فوليكلز دي ليها وظيفه تبع الاميونيتي، تبع المناعه. بتبقى النودلز كده متجمعين بيعملوا حاجه اسمها اجريجيتد بايرس باشز زي كده. دي بتبقى مسؤول عن اي ميكروبات بتنزل او اي حاجه. طبعا بيودوها للوايت بلاد سيلز وبعدين بتعمل لها ديستراكشن وكده. تمام، ده بالنسبه لل انتستاينال فيلاي البيرس باتشز. بعدين قلنا في ميكوزا خلصناها، قلنا بعدين السب ميكوزا هي اللي بتعمل فولدز وفيها الليمفويد فيسلز والبلاد فيسلز. بعدين عندنا المسكولار لاير. المسكولار لاير بتاع السمول انتستاين بيتكون من اثنين لاير، الانترنال وان بيبقى سيركولار وبعدين الاكسترنال بيبقى لينجوينال. تمام، ده بالنسبه للمسكولار لاير. بالنسبه للادفنتيشيا او السيروزا، السمول انتستاين كله بيتغطى بسيروزا، ولكن في فرق. عندنا مثلا عندنا الدوادنوم بيبقى قلنا في السوبيريور بارت، السوبيريور بارت برضو بيبقى متغطي انترا بريتونيال، متغطي من كل الاتجاهات فروم اول سايدز، فبنسميه انترا بريتونيال زي الاستومك بالظبط. بعدين عندنا الديسندنج والترانزفيرس والاسندنج بارت، دول بيبقوا مغطين بس من سايد واحد فبنسميه ريترو بريتونيال. ده بالنسبه للدودينيوم مع البريتونيوم. طيب الجينيوم والإيليوم دول بيضغطوا من كل الاتجاهات، بيضغطوا من كل الاتجاهات بيبقى انترا بريتونيالي. تمام، وبيكونوا حاجة اسمها ميزنتري. الميزنتري ده برضو بريتونيوم بس دبل لاير، اللي هو ده بيبقى دبل لاير من البريتونيوم، بيثبت الإيليوم والجينوم في البوستيريور ابدومينال وول. نبص هنا، ده كده الميزنتري بيثبت، بيعمل فيكسيشن للإيليوم والجينوم البوستيرير ابدومينال وول. تمام، ده بالنسبه للسمول انتستاين.
بعدين بعد ما يكمل small intestine بيروح يكمل لل large intestine. هنبدأ دلوقتي في large intestine هنا. دي نهاية small intestine وبداية large intestine. large intestine برضه على البلان بتاعتنا. الاسم بالانجلش large intestine, باللاتين intestinum crassum. الفانكشن بتاعته برضه خلاص هنا, كل الاكل يعتبر 90% من الاكل digested وabsorbed في small intestine والاستومك. جزء بسيط جدا بيدجستد في اللارج انتستاين, بس المين فانكشن بتاعته بتبقى absorption بقى للفيتامينات للشوجرز لاي حاجه تانية, وكمان تخزين الاكل يعني تخزين الفيسس. تمام, اللارج انتستاين قلنا الاسم. بعدين هولو اورجان بتاع الديجستيف سيستم, قلنا الفانكشن بتاعته. التوبوجرافي, عشان نقول التوبوجرافي لازم نقول البارتس بتاع اللارج انتستاين. هو طبعا طوله 160 سنتي تقريبا, بيتقسم لكذا بارت, بيتقسم لثلاثة بارتس. السيكوم اللي هو اول بارت اللي هو ده, وبعدين الكولون, واخر حاجه اللي هو الريكتوم. تمام, هنبدا بالسيكوم اللي هو الفيرست بارت. قلنا الفيرست بارت في اللارج انتستاين هو السيكوم, اسمه برضو باللاتين سيكوم. موجود هو الكونتينيويشن بتاع الاليوم. الفصل ما بينه وبين الاليوم حاجه اسمها اليوسيكال جانكشن. هنا ده السيكوم موجود في الابدومينال كافيتي, بيبقى موجود وراه الالياك ماسل والسواس ميجور ماسلز موجودين وراه, وقدامه طبعا الانتيرير ابدومينال وول. السيكم بيبقى فيه من بوستيريو ميديال كده, بيبقى فيه حاجه نازله منه بنسميها فيرميفورم ابندكس او الزايده العربي اللي هي دي, من بوستيريو ميديال سايد. طبعا الابندكس تبع طولها تقريبا 8 سم افريج يعني, تبع الايميون سيستم اللي هي فيرميفورم ابندكس. بعدين بعد السايكوم بيكمل للأسينج. بعدين عندنا الأسينج كولن, ده الأسينج كولن. بعدين بيطلع لحد قبل الليفر بشوية, ترند للليفت, بيروح ناحية الليفت كده, وبيعمل حاجة اسمها رايت كوليك فليكتشر, أو بنسميها برضو هيباتيك فليكتشر. ليه اسمها هيباتيك؟ عشان تحت الليفر. طيب بعدين الرايت كوليك فليكتشر اللي هي بين الاسيلنج والترانسفيرس كولن. بعد الترانسفيرس كولن بيكمل الليفت, بطوله تقريبا 50 سنتي, بيبقى عند الليفل بتاع التنس كوستال كارتليج, بيروح للليفت وبعدين بينزل تحت, بيكمل للديسيلنج كولن. هنا نلاقي الديسيلنج كولن, بيعمل برضو فليكتشر اللي هي الليفت كوليك فليكتشر, او بنسميها سبلينك. ليه سبلينك؟ عشان تحت السبلين, هنا السبلين ودي الفليكتشر. يبقى الليفت كوليك فليكتشر بين الديسينك بارت والاسينك كولن. تمام, بعدين الديسينك بارت بيكمل تحت لحد الاليا كريست, لحد الاليا كريست, بيكمل بعدين حاجه اسمها سيجمويد بارت. سيجمويد بارت بينزل لحد الليسر بيلفس او لحد البرومونتري بتاع الساكروم, وبعدين بيكمل كالريكتوم. نعيد بس كده في حاجه اخيره. يبقى كده قلنا اللارج انتستاين ثلاثه بارتس, سيكوم كولون والريكتوم. السيكوم طبعا بارت لوحده قلناه. الكولون بيتقسم لاربع بارتس زي ما قلنا, الاسينج والترانسفيرس والديسينج والسيجمويد كولون, وبعدين الريكتوم اللي هو اخر بارت. تمام, الريكتوم هنا عندنا الريكتوم. الريكتوم بيكون من تو بارتس, جزئين, واحدة اسمها ريكتال امبولا, واحدة اسمها انال كانال. تمام, دي الانال كانال ودي الامبولا.
مقفول كده. تمام، ده بالنسبة للريكتوم، هو آخر بارت في ال في الدايجستيف في ال سوري في اللارج انتستاين. طبعا الأمبولا دي وظيفتها إنها بتخزن الفيسس لحد ما الاكسترنال سفنكتر تفتح، وبعدين اكسكريت الفيسس ده. تمام، ده بالنسبة للاكسترنال ستراكشر بتاع ال ده بالنسبة للتوبوجرافي. هنتكلم بعدين عن الستراكشر، هنبدأ في الاكسترنال ستراكشر وبعدين الانترنال ستراكشر. الاكسترنال ستراكشر بتاع اللارج انتستاين، اعمل بوز. قلنا الاكسترنال ستراكشر بتاع اللارج انتستاين، عارفين ان اي اورجان بيكون من اربع بارتس، ميكوزا سب ميكوزا مسكولا لاير ادفنتيشا او سيروزا. هنا المسكولا لاير بتاع اللارج انتستاين بيبقى فيه ان ايكوال ديستريبيوشن للينجتينال لاير. تمام، وطبعا بيكون من تو لاير، سيركولار ولينجتينال. اللينجتينال لاير بيبقى فيه ان ايكوال ديستريبيوشن، مش بيبقى متوزع كويس في الكولون كله. تمام، فبيعمل لنا حاجه اسمها تينيا كولاي، اللي هي دي الان ديستريبيوشن، الان ايكوال ديستريبيوشن بتاع اللارج انتستاين. تمام، التينيا كولاي دول بيتقسم لثلاث حاجات، فيهم ثلاث انواع، فيهم فري تينيا او ممكن تلاقيها تينيا ليبرون، او في ميزوكوليك تينيا، وفي اومنتال تينيا. الفرق بينهم ان الميزوكوليك تينيا تبقى موجوده في الترانسفيرس كولون، من اسمها لان الترانسفيرس كولون هو الوحيد في اللارج انتستاين، هو السيجمويد اللي بيعملوا حاجه اسمها ميزنتري، فعشان كده اسمها ميزوكوليك، اللي موجوده هنا في الميزنتري. تمام، بعدين فري تينيا او تينيا ليبرا نلاقيها المفروض بتبقى موجوده هنا، هنا اهي دي الفري تينيا بعيد عن الميزنتري خالص. فري تينيا طبعا بتبقى موجوده في كل اللارج انتستاين كله، هنا نلاقيها. وبعدين الاومنتال تينيا اللي هي دي الاومنتال تينيا. تمام، دول الثلاث تينيا اللي اتكلمنا عليهم. بقى ندخل بقى على الانترنال ستراكشر. طيب الانترنال ستراكشر بتاع اللارج انتستاين زي ما قلنا ميكوزا. الميكوزا طبعا قلنا بيبقى موجود فيها السيمي اولنر فولز. لو نفتكر في السمول في السمول انتستاين كانت بتبقى سيركولر، في اللارج انتستاين بتبقى سيمي اولنر. تمام، ده بالنسبه للميكوزا. السب ميكوز طبعا قلنا بتعمل هي اللي بتعمل الفولز دي. وبعدين الماسكولار لاير، الماسكولار لاير زي ما قلنا اتنين لايرز، الانترنال بيبقى السيركولر، الانترنال ايوه اللي بيبقى السيركولر، والاكسترنال الانترنال. بالنسبه للماسكولار لاير عايزين نقول فيها حاجه مهمه، زي ما قلنا الانترنال لاير دي هي اللي بتعمل التينيا كولاي. تمام، فالتينيا كولاي او التينيا كولاي ايوه بتعمل، انا اعتبر ده لارج انتستاين، هو سمول بس انا اعتبره لارج. تمام، التينيا كولاي بتأثر اللارج انتستاين، يعني مثلا المفروض يبقى كده، لا هي بتعمله كده. تمام، فالتانية دي بتكون حاجة اسمها هوستنج، اللي هي دي اللي هي دي الهوستنج دي كده، دي الهوستنج، بسبب ان التينيا كولاي بتأثر شوية اللارج انتستاين فبتكون الهوستري دي. تمام، ده بالنسبة للمسكولار لاير. بالنسبة للادفنتيج او السيروز اللي في الاخر، طبعا اللارج انتستاين كل بارت فيه مختلفة عن التاني. اول حاجة السيكم بيبقى متغطي من كل الاتجاهات، بيبقى ريتروبروتينيالي، وطبعا سوري انتروبروتينيال من كل الاتجاهات فروم اول سايدز. اما الفيرميفور ابندكس اللي هي الزايده بتبقى متغطيه ريتروبروتينيالي. السيكم مفهوش، ما بيكونش ميزنتري. تمام، الفيرميفور ابندكس او الزايده هي اللي بتكون ميزنتري. ليه بيكون ميزنتري؟ عشان بيفكسيتد ات، بيعملها بيتصل بيها كده ويوصلها بالسيكم بالسيكم، يعني عشان يثبتها مع السيكم. دي هي ده هنا كده
ده اللي هو فايدة الميزنتري في ال في الزايدة أو في الفيرميفورم أبندكس. ده بالنسبة للسيكم. بعدين السنين كولون ودي السنين كولون الاتنين زي بعض، بيبقى ميزو بروتينيال متغطي من 3 سايدز، الانتيريور واللاترال والميديا. طبعا الباستير سايد ما مش بيبقى متغطي. بعدين عندنا اللارج انتستاين بيبقى متغطي فروم اول سايدز وبيكون ميزنتري. ده هنا كده ده الميزنتري بتاع اللارج انتستاين بتاع الترانسفيرس كولوم. بعد الترانسفيرس كولوم عندنا الديسن كولوم، قلنا زي ما قلنا ميزو كولوم ميزو بروتينيالي متغطي من 3 اتجاهات. بعدين عندنا السيجمويد برضو بيتغطى من كل الاتجاهات وبيكون from all sides وبيكون ميزنتري زيه زي ترانسفيرس كولون ده السيجمويد. بعدين عندنا الريكتوم بيبقى مختلف شويه، مختلف حتى في الانترنال ستراكشر. الميكو الفولدس بتاعت الريكتوم بتبقى لينجتودينالي كده، مش سيمي اونر زي الباقي، لا بتبقى لينجتودينالي. تمام. وبالنسبه للماسكولار لاير بتبقى سيكنج شويه عند الانال كانال، هنا بتبقى سيكنج شويه. وعندنا بعدين البروتينيوم الريكتوم متغطي، هنقسمه ثلاث اجزاء او ثلاث اتلات كده، اول تلت او الفيرست سيرد كده او الفيرست بارت بيبقى متغطي انترا بروتينيوم من كل الاتجاهات فروم اول سايدز. طيب الجزء اللي في النص بيبقى ريترو بروتينيوم فروم وان سايد بس يبقى متغطي من جنب واحد. الجزء اللي تحت مش بيبقى متغطي بسيروزا، يبقى متغطي بادمنتيشن عشان يثبتها. ده بالنسبة للريكتوم. حاجة تانية هنقولها في الريكتوم، السموث ماسلز بتاع الريكتوم في الأمبولا أو في الأنال كانال في الأبر بارت كده بيكون حاجة اسمها internal sphincter. internal sphincter ده بيتكون بسبب السموث ماسلز بتاعت الريكتوم. طيب طالما سموث ماسلز قلنا يبقى السموث ماسل السموث ماسلز بتبقى انفولنتري، ما تقدرش تتحكم فيها، يبقى ده ممكن نسميه انترنال او انتر انفولنتري سفنكتر. تمام. ويبقى فيه كمان اكسترنال سفنكتر، ده بيبقى متكون من مش من سموث ماسلز، بيبقى متكون من ماسلز من ماسلز ثانيه اسمه اكسترنال سفنكتر اني. اكسترنال سفنكتر اني ماسل هو ده اللي بيكون الاكسترنال، ده كده هو ده اللي بيكون الاكسترنال سفنكتر، وده بيبقى فولنتري تقدر تتحكم فيه. ده بالنسبه للريكتوم. واتكلمنا عن البريتينيوم الريكتوم، واتكلمنا عن الانال كانال. الانال كانال طبعا بتنتهي بحاجه اسمها انوس اللي هي دي الانال كانال ودي الامبولا. تمام. طيب في حاجة مهمة بس عايز أقولها في الانترنال ستراكشر بتاع كل الاستومك والسمول انتستاين واللارج انتستاين. في الانترنال ستراكشر هي نوع الابيسيليوم، نوع الابيسيليوم في الاستومك زي اللي في السمول انتستاين زي اللي في اللارج انتستاين، كلهم بيتكونوا من سيمبل كولومنر ابيسيليوم. ليه سيمبل كولومنر ابيسيليوم؟ عشان قلنا سيمبل كولومنر هو مسؤول عن الابزوربشن، بيبقى بيعمل من ضمن الفانكشن بتاعته هي الابزوربشن. عشان كده كل اللارج والسمول والاستومك يبقى مكونين من سيمبل كولومنر ابيسيليوم. الاورجان اللي معانا الثاني تبع الديجستيف سيستم هو الليفر، بالعربي الكبد، الانجليش النيم بالانجليش ليفر، باللاتين هيبر. طبعا الديجستيف سيستم وبارينكايمال اورجان مش هولو. لو نفتكر كنا قبل كده قلنا ايه الفرق بين الهولو اورجان والبارينكيمال اورجان. هذا بارينكيمال اورجان لان ما فيهوش كافيتي، ما فيهوش تجويف من جوه. الفانكشن بتاعه طبعا عنده كذا فانكشن، عنده مثلا بيعمل ميتابوليزم للكربوهيدرات والليبيدز والبروتينز، بيعمل لهم ميتابوليزم، بيعمل ديتوكسيفيكيشن باي سموم اي حاجه، بيفرز البايل سكريشن للبايل. دي وظائف كتير طبعا. وفي الامبريون في الامبريون بيعمل حاجه اسمها هيموبايوزيس او بيصنع الدم في الامبريون، هو اللي بيقوم تصنيع الدم. ده بالنسبه للفانكشنز بتاع الليفر. بعدين عندنا التوبوجرافي، او الاول هنحط في الانتوميكال بوزيشن، هنحط في الانتوميكال بوزيشن على الجسم هيبقى كده،
هيبقى ال anterior surface هيبقى upward شوية to the front تمام. أما ال posterior surface أو ال visceral surface بيبقى backward to the back تمام أو downward to the back. يبقى ده upward to the front شوية مش كتير, والتاني backward to the back أو downward to the back. لو هنحطه على التليفونات يبقى كده شوية تمام. التوبوجرافي بتاع الليفر بيبدأ من السكليبتوبي طبعا, بيبدأ من الفيفس انتركوستال سبيس لحد الناينث انتركوستال سبيس أو التنس انتركوستال سبيس على طول الميد كلافيكولار لاين أو الرايت ميد كلافيكولار لاين اللي هو ده كده من الفيفس انتركوستال لحد التنس انتركوستال. طيب ده بالنسبة للسكليبتوبي. بعدين عندنا الهولوتوبي. الهولوتوبي بياخد السب الهايبوخوندريك الرايت هايبوخوندريك او الرايت سب كوستل, وبياخد كمان جزء من الابيجاستريوم يبقى الرايت سب كوستل ريجن والابيجاستريوم الابيجاستريك ريجن. ده بالنسبه للهولوتوبي. ستينتوبي طبعا هيبقى فوقيه الدافراج, ده هنا الدافراج هيبقى تحتيه كذا اورجان, هيبقى مثلا في الدودنوم في الاستومك في الترانسفيرس كولون في الرايت كيدني. للاسف مش موجود تقريبا, اتشالت من البريبارات هنا بس تبقى موجوده هنا الرايت كيدني. طيب الاكسترنال ستراكشر بتاع الليفر هنا كده التوبوغرافي بتاعنا نتكلم عن الاكسترنال ستراكشر. بالنسبة للاكسترنال ستراكشر الليفر عندها ديافراجماتيك سيرفيس. وليه اسمه ديافراجماتيك؟ عشان فوقيه بيبقى الديافراج. وليه فيسرال سيرفيس؟ ليه اسمه فيسرال؟ عشان تحتيه بيبقى الفيسرا, وفيسرا معناها الاورجنز الانترنال اورجنز, عشان الانترنال اورجنز بتبقى موجودة هنا فاسمه فيسرال سيرفيس. طيب عنده اتنين بوردرز, انفيريور بوردر اللي هو ده يبقى شويه شارب, والبوستيرير بوردر اللي هو شويه بيبقى راوندد مش شارب زي ده. هذا بالنسبه للسيرفس. طيب في الديافراجماتيك سيرفس قلنا من الديافراج بينزل البريتينيوم على الليفر, ممكن نشوفها ده الديافراج ده البريتينيوم بينزل من الديافراج مع الليفر بيعمل حاجه اسمها فالسيفورم ليجامنت. الفالسيفورم ليجامنت ده بيقسم الليفر لتو لوبس اللي هو الرايت والليفت والرايت والليفت هيباتيك لوبس اللي هو ده تمام. من الفالسيفورم ليجامنت بيروح لاترال كده منه اتنين ليجامنت اللي هو ده رايت والليفت اسمهم رايت وليفت كورونال ليجامنت او كورونري ليجامنت. طيب وفي اخر الكورونال ليجامنت في اتنين ليجامنت برضه رايت وليفت تريانجولار انجولار ليجامنت دول في الاخر كده تمام. ده بالنسبه للفالسيفورم ليجامنت. بعدين بنكمل على الفيسرال سيرفيس. الفيسرال سيرفيس في اكتر من ستراكشر طبعا. الفيسرال سيرفيس في كذا امبريشن زي ما قلنا الفيسرا او الانترنال اورجنز بتبقى موجوده هنا عند الفيسرال سيرفيس, فبتعمل امبريشنز او الاماكن اللي بتتصل بها اللي بتبقى مجاوره يعني الليفر. طيب الامبريشنز دول اسمائهم زي ما قلنا ده الليفر بيبقى موجود هنا الاستومك فده اسمه جاستريك امبريشن تمام ده جاستريك امبريشن. طيب والاسفاجس بيبقى نازل من هنا شويه كده بيبقى اسمه اسفاجال امبريشن. طيب نيجي عند الرايت دي بتبقى المكان اللي بيبقى موجود فيه الرايت كيدني المكان ده فبيبقى اسمه رينال امبريشن, وده بيبقى الامبريشن للسوبر رينال جلاند فبيبقى اسمه سوبر رينال امبريشن. وهنا بيعدي ترانسفيرس كولون الحته دي كده بيعدي ترانسفيرس كولون فيبقى اسمه كوليك امبريشن. دول بالنسبه للامبريشنز اللي في الفيسرال سيرفيس. طيب في كمان كام ستراكشر كده زي ما قلنا الفالسيفورم ليجامنت بيقسمه لاثنين
ال two lobes ال right وال left. ال falciform ligament بيكمل على ال visceral surface كده وبيعمل هنا ligament اسمه venosum ligament ده, وهنا اسمه وبيكمل تحت كده بيبقى اسمه round ligament أو ligament teres ligamentum teres ده. طيب الليجامنت تيرس ده او الراوند ليجامنت ده بيبقى موجود فيه الامبليكال فين, الامبليكال فين في الفيتس. طيب والليجامنت الفينس ليجامنت ده بيبقى موجود فيه فينس داكت. طب ايه بيبقى موجود فيها الفينس داكت؟ طب ايه وظيفه الفينس داكت دي في الفيتس؟ دي اللي بتوصل الامبليكال فينز بالانفيرير فينا كافا. ده هنا الانفيرير فينا كافا, فالفينوس دكت دي بتوصلهم الاثنين ببعض. تمام, ده بالنسبه لل طبعا الاثنين مع بعض كده بيعملوا حاجه اسمها ساجيتال فيشر. تمام, بعدين نقسم اللوبس بتاع الليفر. اللوبس بتاع الليفر اناتوميكالي هما اثنين لوبس رايت وليفت, ده اناتوميكالي. سيرجيكالي بقى او فانكشنالي بيتقسم لاكتر, بيتقسم لاربع لوب, في الرايت وفي الليفت وفي الكوديت لوب وفي الكوادريت لوب. دول اربع لوب بس سيرجيكالي, لكن اناتوميكالي هما اتنين بس الرايت والليفت, والكوديت والكوادريت بيبقوا تبع الرايت لوب. تمام, ده بالنسبه للتقسيم. طيب على يمين الكوديت لوب كده بيبقى فيه فيشر, الفيشر ده بيبقى للانفيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا موجود هنا, يبقى فيشر فور انفيرير فينا كافا. بيبقى فيه تحتيه كده برضو يبقى فيه فيشر, هنا يبقى فيه فيشر للجول بلادر او اللي هي المراره. تمام, فبين الفيشر بتاع الانفيرير فينا كافا والليجامنت والفينوس ليجامنت بيبقى موجود الكوديت لوب, وبين الفيشر بتاع الجول بلادر والليجامنت والراوند ليجامنت بيبقى موجود كودريت لوب. بين الاثنين بقى في حاجه اسمها بورتا هيباتس. بورتا هيباتس بتبقى موجوده بين الكوديت والكوادريت لوب, دي كده دي كده بيبقى موجود اسمها بورتا هيباتس. طيب هي بتبقى اوبننج كده او هيلوم, المكان اللي بيخرج منه حاجات او ستراكشرز من الليفر وبيدخل منه في نفس الوقت حاجات الليفر. طب ايه الحاجات اللي بتدخل وايه الحاجات اللي بتخرج؟ الحاجات اللي بتدخل للليفر زي النيرفس بتدخل للليفر بتغذي الليفر, الهيباتيك ارتري بيدخل للليفر, وكمان البورتال فين كل دول بيدخلوا بالليفر. طيب ايه الحاجات اللي بتخرج منها من الليفر من البورتا هيباتس دي؟ بيبقى حاجتين اللي هما الهيباتيك داكتس, هيباتيك بايل داكتس بيخرجوا من الليفر, وكمان الهيباتيك فينز, الهيباتيك فينس برضو بيخرجوا من الليفر عن طريق البورتا هيباتس. تمام, ده بالنسبه للبورتا هيباتس. ايه تاني موجود في الفيزيال ستراكشرز؟ تمام, اتكلمنا عن اللوبس. طبعا المور فانكشنال يونت بتاع الليفر حاجه اسمها هيباتيك لوبيول. الهيباتيك لوبيول دي هي اصغر جزء في الليفر, بعدين بيتجمعوا ملايين هيباتيك لوبيولز دي وبيتجمع, وهي المسؤول عن الفانكشن بتاع الليفر. تمام, اسمها هيباتيك لوبيول, ده رسمها نبقى رسمها في فيديو لوحدها ان شاء الله. تمام, ده بالنسبه للاكسترنال ستراكشر. في طبعا بالنسبه للبريتونيوم, الليفر متغطيه بالبريتونيوم, يعني المفروض انها من كل الاتجاهات, لكن في اماكن بعض الاماكن مش مغطيه بالبريتونيوم, عشان كده هنعتبر الليفر ميزو بروتينيالي. يعني ايه ميزو بروتينيالي؟ يعني مغطيه من ثلاث اتجاهات بس. طب ايه الاماكن اللي مش متغطيه بالبريتونيوم؟ في مثلا الجول بلادر او الفيشر بتاع الجول بلادر ده من تحت ما فيهوش بريتينيوم. في مثلا الفيشر بتاع الانفيرير فينا كافا ده ما فيهوش بريتينيوم. في حاجه اسمها بنسميها بير اريا موجوده في البوستيريو سيرفيس كده هنا كده, دي مش متغطيه بريتينيوم. في كمان عندنا الفالسيفورم ليجامنت. الفالسيفورم ليجامنت بيبقى اتنين توب وولز كده او توب وولز, بيبقى فيه تريانجل كده في النص, يعني لو هنشوف في سبيس كده جوه, سبيس جوه الفاسفورم ليجامنت ده.
المكان ده مش متغطي بروتين يعني، عشان كده نعتبر الليفر بتبقى ميزو بروتين يعني متغطيه بس من 3 سايدز. طيب دلوقتي نبدأ، خلصنا الليفر هنبدا في البيلياري سيستم. البيلياري سيستم اللي هو البايل اللي هي العصاره الصفراء بالعربي، ازاي بتتكون وازاي بتروح وازاي بتخزن لحد ما توصل للسمول انتستاين تعمل الشغل بتاعها. هنبدا باول ستراكشر اللي هو الجول بلادر. الجول بلادر فيزيكا فيليا باللاتين، اللي هي المراره موجوده في الفصه بتاع الجول فور جول بلادر في الرايت لوب، في الرايت هيباتيك لوب للليفر. طبعا بتتقسم لكذا بارت. الاول هنقول فانكشن بتاع الجول بلادر، هي مسؤوله عن الاكوميليشن والكونسنتريشن بتاع البايل اللي بيجي من الليفر. تمام، هي عشان ناس كتير بتغلط في كده، هي مش بتفرز بايل، هي بس بتخزنه وبتكونسنتريت بس لكن ما بتفرزش. تمام، الجول بلادر بتقسم لثلاثة بارتس. اول بارت اسمه الفوندس اللي هو ده، وبعدين تاني بارت اسمه البادي، وبعدين تالت بارت اسمه النك. والنك بيكمل مع حاجة اسمها البايل داكت او السيستيك داكت، اللي هي دي السيستيك داكت. تمام، قلنا اكوميليشن والكونسنتريشن بتاع البايل. الانترنال ستراكشر بتاع الجول بلادر طبعا هي هولو اورجان، عشان فيها كافيتي من جوه. هولو اورجان زي اي هولو اورجان، بتكون من الميكوزا وسب ميكوزا والماسكولار لاير، وفيها السيروزا والفنتيشا في الاخر. الميكوزا طبعا شويه رفيعه لان هي اصلا الوول بتاع الجول بلادر بتبقى رفيعه خالص كده، فالميكوزا صغيره كده او سن رفيعه خالص. بعدين السب ميكوزا طبعا بتعمل شويه سيركلر فولدز كده من جوه طبعا، بس هنا عشان هي مش مفتوحه فمش عارفين نشوفها. بعدين عندنا الماسكولار برضو مش ديفلوبد قوي، حاجه رقيقه جدا او رفيعه جدا. بعدنا اخر حاجه عندنا السيروزا او الادفنتيشيا. طبعا متغطيه من فوق بالبروتينيوم بالسيروزا، ومن تحت من الجنب اللي تحت اللي هو بين الليفر الانفيريور سيرفيس او البوستيريور سيرفيس بتاع الجول بلادر دي بالادفنتيشيا، عشان كده مثبتاها في الليفر عشان ما تتحركش زي ما شايفين كده عشان ما تتحركش. بعدين نكمل البيلياري تراكت اللي هو بيبدأ طبعا من الليفر، هنرسمها دلوقتي. طيب دلوقتي هنبدأ نشرح ازاي البيلياري تراكت بيتكون لحد ما يوصل للسمول انتستاين او تحتيه الدودنو. اول حاجة بيبدأ من الليفر مثلا. قلنا طبعا البايل اكسكريتد من الليفر، سكريتد من الليفر، بيتفرز من الليفر. بيبدا باول حاجه اسمها انترلوبولار بايل داكتس. بعد الانترلوبولار بايل داكتس دي بتكون اتنين هيباتيك بايل داكتس، هما الاثنين دول. بعدين الاثنين كومن بايل الاثنين هيباتيك داكتس الاثنين بيتحدوا مع بعض بيكونوا كومن هيباتيك دوت اللي هو ده. يبقى ده كده الاثنين بيكونوا كومن هيباتيك دوت. طيب الكومن هيباتيك دوت بيتحد مع هنا الجول بلادر او المراره، بيطلع منها السيستيك دوت اللي اتكلمنا عليه. السيستيك دوت بيتحد هو كمان مع الكومن هيباتيك دوت، فبيسمي الاثنين بيكونوا الاخر بيكونوا دوت واحده بنسميها كومن بايل دكت. طيب الكومن بايل دكت دي بتعدي من حاجه اسمها هيبات بلودن ليجمنت، هنتكلم عنه برضو. خلاص بتنزل لحد الدودنم او السمول انتستاين هنا مثلا، هنا ده الدودنم دي الكومن بايل دكت، ونعتبر ان هنا في نعتبر ان دي البنكرياس. بيطلع من البنكرياس حاجه اسمها بنكرياتيك دوت. بنكرياتيك دوت دي بيبقى موجود فيها طبعا البنكرياتيك جوز اللي هي العصاره الهضميه بتاعه البنكرياس،
تتحد هي تتحد مع الكومن بايل دكت بيكونوا حاجة اسمها باتو بنكرياتيك دكت. بلش. طبعا بيعملوا هباتو بنكرياتيك دكت الاثنين بيكونوا حاجة كده اسمها أمبولا هنا كده بيسميها أمبولا أوف فاتر تمام. بعدين بيفتحوا في الدوادنم في الديسيندنج بارت بتاع الدوادنم هنا يفتحوا زي ما قلنا في قبل كده في حاجة اسمها ميجور بابيلا أو بابيلا أوف فاتر أو فاترس بابيلا تمام. في المكان اللي الهباتو بنكرياتيك دكت بيدخل الديسيندنج دوادينوم بيكون سفنكتر الهباتيك او الكومن بايل دكت والبنكرياتيك دكت بيكونوا حاجه اسمها هباتو اللي هي هباتو بنكرياتيك دكت اللي بتفتح في الميجور بابيلا تمام. في بين الكومن بايل دكت والبنكرياتيك دكت في سفنكتر هنا بينهم عند الجنكشن ده اسمه سفنكتر اوف اودي سفنكتر اوف اودي ده طبعا بيفتح او بيقفل على حسب الديجستن هنا يعني في اكل مثلا نزل او حاجه فده سفنكتر ده بيفتح فالبايل والبنكرياتيك جويس بيدخل عشان يهضموا الاكل اللي جوه ده لو ما فيش اكل السفنكتر ده بيفضل مقفول والبايل ما بيدخلش والبايل بيرجع متخزن في الجول بلادر تاني تمام. طبعا احنا قلنا في ميجور بابيلا اللي بيفتح فيها الكومن او الهباتو بنكرياتيك دكت في كمان زي ما قلنا قبل كده ان في مينور بابيلا فوقيها بيفتح فيها اكسسوري اوبننجز او اكسسوري دكتس من البنكرياس اكسسوري بنكرياتيك دكتس بتفتح برضه في المينور بابيلا تمام. طب حاجه اخيره بقى ايه هي بقى في وظيفه البايل ده او البايل البايل وظيفته انه بيعمل حاجه اسمها ايمالسيفيكيشن emulsification of fat او يعني emulsification يعني مثلا عندنا جزء من الفات البايل بيدخل عليه بينكريز السيرفس اريا بتاعه فالبنكرياتيك جويس بيقدر يهضم الفاتس ده فالبايل مش هو اللي بيهضم الفات لا هو بس بينكريز السيرفس بتاعه علشان البنكرياتيك جويس بيقدر يعمل له digestion او بيقدر يهضمه طبعا بنكرياتيك جويس اللي هو الاميليز واللايبيز الحاجات دي كلها اللي بتهضم الفاتس الليبيدز طبعا والكربوهيدرات بيليري تراكت.